أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين، والبداية مع العناوين. رغم الجائحة العالم يستقبل العام الجديد باحتفالات مختلفة ويودع عام 2021. تدهور صحة الأسير الفلسطيني المضرب هشام أبو هواش، ضمور في العضلات يفقده القدرة على الحركة وضبابية في الرؤية. استياء أمريكي وأوروبي وأممي من تصاعد العنف في تظاهرات السودان، وتجمع المهنيين يدعو إلى مواصلة الحراك. رئيس يؤكد أن اليد الطولة في المنطقة باتت للمقاومين مقابل ضعف الأمريكيين، ويحذر من نقل داعش من سوريا إلى أفغانستان. أهلا بكم. بدأت دول العالم باستقبال العام الجديد باحتفالات مختلفة تحاصرها موجة جديدة وغير مسبوقة لجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. الاحتفالات بدأت من القارة الأوقيانية من أستراليا ونيوزيلندا وجزيرة كريتيماس المرجانية التي كانت في طليعة مستقبلي العام الجديد، وتنتقل الاحتفالات إلى الشرق الأقصى مع دخول دول شرق آسيا العام الجديد. أما في الوطن العربي يصل عيد رأس السنة أولا إلى سلطنة عمان، تليها الإمارات، فباقي الدول العربية تباعا حتى يصل آخرها في موريتانيا. مئة وسبعة وثلاثون يوما من الإضراب عن الطعام، والأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينهي العام متمسكا بمقارعة الاحتلال بأمعائه الخاوية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حذرت من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو هواش الذي واصل إضرابه المفتوح عن الطعام وفقد قدرته على الحركة والنطق. تقرير حسن شرارة. هشام سمعنا زي ما انتم شايفينه، هو لا ينطق لا يتحرك، فيش رد فعل. ساكنا بات جسد الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش. على هذه الحال يقاوم بعزمه وأمعائه الخاوية اعتقاله الإداري. 137 يوما من الإضراب عن الطعام وما ترتب معهما من تداعيات أدخلته دائرة الخطر الشديد وسلطات الاحتلال في تعنت مستمر. برغم المناشدات المتكررة تتلطى هذه السلطات لربما خلف قرار تجميد اعتقال أبو هواش الإداري، إلا أن هذا القرار لم يغير فعليا من واقع الاعتقال، بل حوله من مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والشباك إلى معتقل غير رسمي في المستشفى لتبقى عائلته ممنوعة من نقله إلى أي مكان. هو قرار يبقي الاعتقال قائما إذن، وإضراب الأسير عن الطعام كذلك. إجراءات الاحتلال واعتداءاته بحق آلاف الأسرى والأسيرات خلال الفترة الأخيرة أدخلت قضاياهم في صلب المعركة مع الاحتلال، فإلى جانب تحركاتهم المباشرة على اختلافها تثبت المقاومة اليوم من جديد وحدة المصير الفلسطيني في معادلات لم تكن معركة سيف القدس إلا بداية لها، وهو ما أعادت ترسيخه حركة الجهاد الإسلامي عن لسان قيادتها باعتبار التعامل مع استشهاد الأسير أبو هواش عملية اغتيال مقصودة والتعامل معها على قاعدة الرد على أي عملية اغتيال. واليوم سنتعامل مع استشهاد هشام في سجون الاحتلال كما لو كان عملية اغتيال. صمود الفلسطينيون أثمر دائما انتصارا، وكان لإرادة المقاومة رغم مرارة الثمن الكلمة الأخيرة، وهو ما بان على كافة الساحات مع تسطير المعتقلين السابقين انتصاراتهم فرادة، فلا وساطات تقام على حساب الحرية والأرض، لتبقى المرحلة المقبلة مرهونة بمصير أبو هواش وليس بعيدا عن إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية. أكد الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد أن وجود اتصالات أجريت على جميع المستويات لإنذار الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش. وخلال اتصال مع الميادين شدد أبو مجاهد على أن المقاومة الفلسطينية سترد على استشهاد الأسير أبو هواش باعتبار ذلك عملية اغتيال. هذا العدو السجوني لا يعي أنه بذلك الموت البطيء
لهذا الأسير قد يشعل المنطقة من جديد، وأن المقاومة الفلسطينية جادة فيما تقول، وهي تجهز وتحضر نفسها فيما لو مس هذا الأسير بسوء ستقوم بالرد على هذه الجريمة فورا. وهذا القرار بالتأكيد متخذ من قبل المقاومة الفلسطينية وقيد التنفيذ في أي لحظة نسمع فيها لا قدر الله أن يصيب مكروها لأخينا الأسير هشام أبو هواش. في الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن غرب سلفيت. الاحتلال الإسرائيلي ادعى أن الشاب وصل وبحوزته سكين إلى مفترق قرب مستوطنة أرئيل بين نابلس وسلفيت محاولا طعن أحد الجنود في المكان قبل أن يتم إطلاق النار عليه. حركة الجهاد الإسلامي رأت أن إعدام الاحتلال الشاب أمير ريان في الضفة الغربية جريمة حرب تستوجب الرد عليها. وشددت الحركة في بيان على أن تمادي الاحتلال في إجرامه وعدوانه المستمر بحق الشعب الفلسطيني ممنهج وغير مسبوق. من جهتها قالت لجان المقاومة إن استمرار المقاومة بكل أشكالها لا سيما المسلحة منها هو الرد الفعلي الحقيقي على إرهاب الاحتلال وجرائمه. فيما دعت حركة المجاهدين الشباب الفلسطيني في الضفة إلى تلقف رسالة الشهداء والمبادرة بتصعيد المواجهة مع الاحتلال على النقاط كافة. ننتقل الآن مباشرة إلى عاصمة كوريا الشمالية لنتابع استقبال العام الجديد، هذه الاحتفالات في بيونغ يانغ، إذن نتابع جزءا منها. رأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الأمريكيين اليوم باتوا أضعف من أي وقت مضى. وخلال زيارته عوائل شهداء إيرانيين في مدينة قم، قال رئيسي أن اليد الطولة في المنطقة أصبحت لحزب الله وباقي المقاومين لا سيما في فلسطين. كما حذر من أن أعداء إيران نقلوا تنظيم داعش من سوريا إلى أفغانستان. رئيسي قال أن الشهيد قاسم سليماني لم يكن شخصا بل كان تيارا. بدورها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الشهيد قاسم سليماني بذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية المتنامية في المنطقة. ولمناسبة الذكرى الثانية لاغتياله شدد بيان الوزارة على أن استشهاد سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما لم يقوض قدرة محور المقاومة بل عزز البيئة الداخلية لإيران. كما لفتت إلى أن الرد الإيراني على قاعدة عين الأسد غير المعادلات وتسبب في فشل الاستراتيجية الإقليمية للولايات
الولايات المتحدة. البيان أشار إلى أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق ليس سوى جزء بسيط لتداعيات وآثار اغتيال الشهيد سليماني. باهتمام وقلق تابعت الأوساط في إسرائيل قدرات إيران الفضائية التي تمثلت أخيرا بإعلان طهران إطلاق صاروخ إلى الفضاء في توقيت يحمل برأي مراقبين إسرائيليين الكثير من الأبعاد والرسائل. هذا التقرير لمنال إسماعيل. إعلان وزارة الدفاع الإيرانية إطلاق طهران صاروخا إلى الفضاء يحمل 3 معدات بحثية أثار الاهتمام في إسرائيل انطلاقا من متابعة الجهات الأمنية الإسرائيلية الحثيثة لقدرات إيران الفضائية. توقيت إطلاق الصاروخ يحمل برأي مراقبين إسرائيليين أكثر من رسالة تحد وعرض قوة، ولاسيما أنه يأتي فيما المحادثات النووية في فيينا للتوصل إلى اتفاق مع إيران مستمرة. في خطوة تعد تحديا وفي توقيت ليس صدفة، أعلنت إيران وليس للمرة الأولى أنها أطلقت صاروخا إلى الفضاء، والسؤال المطروح هو هل يفترض أن يخيفنا هذا الصاروخ؟ إذا سألت الإيرانيين فإن هذا يفترض أن يخيفنا ويخيف أيضا الجالسين في فيينا والولايات المتحدة. الصاروخ الذي أطلق بنحو استعراضي وبافتخار من إيران إلى الفضاء ينقل رسالة مفادها لا تعبثوا معنا، لدينا جيش قوي، ولذلك تعالوا لنوقع على اتفاق نووي. امتلاك إيران تكنولوجيا متطورة تمكنها من تطوير صواريخها البالستية هو ما يقلق إسرائيل في الأساس في مسألة إطلاق الصاروخ الإيراني إلى الفضاء بحسب خبراء إسرائيليين. صحيح أن منصة إطلاق الصاروخ إلى الفضاء ليست قاعدة لصاروخ بالستي، لكن التكنولوجيا التي يقومون بتطويرها من أجل تحميل ووضع أقمار صناعية في الفضاء تخدم العلماء والمهندسين الإيرانيين في تطوير الصواريخ البالستية أيضا، وهذا ما يقلق إسرائيل وتتابعه عن كثب وتتفحص ما يتم تطويره في هذا المجال. وفيما تواصل إيران تطوير قدراتها في المجالات كافة بالتوازي مع المحادثات النووية في فيينا، تسابق إسرائيل الوقت عبر استمرار مسؤوليها في حملة تحريضهم ضد إيران التي كان آخرها إجراء وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد مقابلات مع وسائل إعلامية من 25 دولة في محاولة لحث العالم على تهديد إيران باستخدام الخيار العسكري ضدها إذا لم تتنازل في المفاوضات. دان الاتحاد الأوروبي بشدة مقتل متظاهرين على يد قوات الأمن في السودان، وألاقى تصاعد العنف في السودان استياء أمريكيا وأمميا، فيما تعهد تجمع المهنيين استكمال التظاهرات حتى الوصول إلى الحكم المدني. تقرير زينب طفيلي. يدخل السودان العام الجديد مثقلا بأزمات العام المنصرم وما شهده من تقلبات هددت المرحلة الانتقالية والشراكة بين المكون المدني والعسكري. ومع نهاية عام 2021 أعلنت اللجان الشعبية التي تقود حراك الشارع بمستوياتها كافة في السودان عن تصعيد الحراك الثوري السلمي لإسقاط ما وصفته بالانقلاب العسكري. العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى شهدت تظاهرات حاشدة تخللها اقتحام مستشفيين وإطلاق الغاز داخله واعتقال مصابين، وقد سقط ضحايا وجرحى برصاص الأجهزة الأمنية بعد خروج عشرات آلاف المنددين بالانقلاب العسكري. احتجاجات أطلقت خلالها الأجهزة الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين. مطاردات المتظاهرين تواصلت إلى داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص والانتهاك السافر لحرمات المنازل. ما حصل لي أي علاقة بالمظاهرات، ولا كنت مطور ولا كنت أي حاجة، بشتغل شي شغلي في المطبخ وأي حاجة. وأشياء اللي طرف طارق وجاي راجع بيتنا وما عندي أي حاجة، أنا فقدت 2 جنب أريا.
العنف في الشارع السوداني دفع بقوى الحرية والتغيير إلى تحميل قادة الانقلاب مسؤولية الجرائم التي لن تسقط بالتقادم. بدوره تجمع المهنيين السودانيين أكد تمسكه بنقل السلطة كاملة إلى قوى الثورة وفتح الطريق أمام سودان مدني ديمقراطي. حراك الشارع واستخدام العنف وأداء السلطة في مواجهة الاحتجاجات أدى إلى انزعاج أممي وأمريكي، حيث أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان في تغريدة له عن انزعاجه الشديد من تقارير تحدثت عن مقتل متظاهرين، وشدد على ضرورة إجراء تحقيق ذي مصداقية في هذه الانتهاكات وعلى الحق في حرية التعبير. من جهته عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استيائه من التقارير التي تتحدث عن استخدام قوات الأمن القوة المميتة ضد المتظاهرين. وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوداني في مطالبته بالحرية والسلام والعدالة. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. استشهد 3 سوريين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون من جراء قصف القوات التركية بالمدفعية قرية الأسدية وبلدة أبو راسين بريف الحسك الشمالي. وكالة سانا نقلت عن مصادر محلية أن القوات التركية والمسلحين استهدفوا قرى عديدة في الريف الشمالي الغربي، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات العامة وأجزاء من الطرق. نفت وزارة الخارجية الأردنية لا حديث عن عقد مفاوضات أمنية بين سوريا وتركيا في الأردن لبحث ملفات تتعلق بالشمال السوري. قناة المملكة نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الأردني هيثم أبو الفول وصفه الأمر بالإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى عدم انعقاد أي اجتماعات بهذا الخصوص في الأردن. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي من أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا سيكون خطأ جسيما. وأكد الكرملين أن بوتين أبلغ بايدن أن روسيا تريد نتائج. في المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن أوضح للرئيس الروسي أن واشنطن وحلفائها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا، وأن نشر القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية أمر غير مقبول. يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أشار إلى أن بوتين حذر من أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى قطع العلاقات. أوشاكوف نقل تأكيد بوتين أن موسكو تتصرف كما ستتصرف الولايات المتحدة إذا تم نشر أسلحة هجومية قرب حدودها. الرئيس الروسي أكد أنه في هذا الوضع الصعب ستتصرف روسيا كما ستتصرف الولايات المتحدة في حالة نشر أسلحة هجومية بالقرب من حدودها. الرئيس الأمريكي بايدن أشار إلى أنه في حال استمرار التصعيد على طول الحدود الأوكرانية ستتبنى الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والمالية والعسكرية. نحن نعلم أنه سيكون خطأ فادحا من شأنه أن تترتب عليه عواقب وخيمة، وأشار الرئيس الروسي إلى ذلك أيضا. لقد تم ارتكاب الكثير من الأخطاء على مدار 30 عاما الماضية، ومن الأفضل تجنب المزيد منها في هذا الموقف. تتنفس ورود غزة المحاصرة من قبل الاحتلال خلال فترة الأعياد بعدما وجدت لها مكانا بين تلك المستوردة على رفوف محال بيع الهدايا. وشهدت تجارة الورود تدهورا كبيرا بفعل الحصار وإجراءات إسرائيل بعدما كانت أحد أهم الصادرات والموارد الاقتصادية للقطاع سابقا. عبد الكريم عودة. كان ورد غزة مميز، له اسم وصيت برا اسمه ورد فلسطين، ورد غزة. فهذا الشيء كان يزعج الاحتلال الإسرائيلي. ليش؟ لأن احنا تفوقنا عليه في إنتاج الزهور، فاليهود بفرضوا علينا إجراءات قاسية. ليش؟ عشان يقيدونا وما يخلونا نتطور في أي من أي نواحي الحياة. فلسطين كانت تزرع حوالي 5000 دنم
وحوالي 5000 عامل أو 7000 عامل. بعد إجراءات الحصار أو بعد الحصار 2007 ما فيش شيء اسمه زراعة زهور في قطاع غزة. العمال اللي هم عددهم 5000 7000 الآن قاعدين، هم الآن ما فيش لهم لا وظيفة ولا شغلة ولا شيء. كنا احنا نزرع كميات كبيرة ويتم تسويقها في قطاع غزة، ولكن بسبب إجراءات الإغلاق وإعلان حالة الطوارئ وتسكير البلد تم إتلاف كميات كبيرة من الزهور، وأنا شخصيا كنت أتلف يوميا حوالي 30,000 زهرة 20-50. بعد تقريبا تخفيف إجراءات كورونا أو التطعيمات اللي حصلت وقلت الكورونا بالبلد، الآن بدينا احنا ايش نستأنف عملنا، الآن بننتج الحمد لله. هي العام هذا الجديد اللي هو عام 2022 إن شاء الله بكون عام خير. السنة هاي أفضل من السنة اللي فاتت لأنه كان وباء كورونا، وإن شاء الله السنة هاي تكون أفضل بمناسبة رأس السنة. وفي ناس يعني مهتمين في الورد الطبيعي وبيشتروا، بالأخص يعني بغزة عندنا ورد إحنا مميز وورد مرتب وأشكال جديدة حتى، وإن شاء الله تكون هذه السنة سعيدة والأمور تمشي على خير. في أحد مستشفيات مدينة برشلونة دخلت الدراجة الهوائية الافتراضية إلى غرف مرضى كورونا بهدف التنزه في شوارع المدينة على اعتبار أن الوسيلة تعد تحفيزية. يضع المريض جوردي نظارات ثلاثية الأبعاد متصلة كهربائيا على دواسات ليقوم بنزهة افتراضية في أجمل ساحات مدينة برشلونة وهو على فراشه. مستشفى المار في برشلونة يعتمد هذه التقنية لإعادة تأهيل مرضى كورونا كي يكون هذا الصرح الطبي أول من يطبق هذه الطريقة الفاعلة في رحلة العلاج. الهدف هو تحفيز المريض من خلال ممارسة الرياضة افتراضيا لمدة 20 دقيقة ويشعر كأنه خرج من غرفته. ليس سهلا أن يبقى المريض لأكثر من 4 أشهر محاطا بالجدران الأربعة كما هي حال جوردي، لذا كانت الوسيلة الترفيهية الحل الأمثل. زوجة المريض تشكرت إدارة المستشفى عبر إنستغرام لأنها أنقذت حياة زوجها الذي يعاني منذ عام كامل، حيث كان يضع الجهاز التنفسي بسبب التهاب رئوي حاد، فوجهت تحيتها لجميع العاملين في المستشفى. وسيلة التنزه عن بعد ليست جديدة في برشلونة، فمؤسسة اللاعب السابق إريك أبيدال كانت قد أطلقت قبل عام روبوت ينقل صورة فيديو ليستطيع الأطفال المصابون بالسرطان أن يتجولوا في ملعب برشلونة كما يريدون. في الليلة العجوز كما يطلق الإسبان على ليلة رأس السنة، يتمنى العجوز جوردي أن يتنزه في شوارع مدينته على الدراجة الهوائية برفقة أحفاده. لم يبق لنا إلا التذكير بالعناوين. رغم الجائحة العالم يستقبل العام الجديد باحتفالات مختلفة ويودع عام 2021. تدهور صحة الأسير الفلسطيني المضرب هشام أبو هواش، ضمور في العضلات يفقده القدرة على الحركة وضبابية في الرؤية. استياء أمريكي وأوروبي وأممي من تصاعد العنف في تظاهرات السودان، وتجمع المهنيين يدعو إلى مواصلة الحراك. وكان في النشر الرئيس يؤكد أن اليد الطولة في المنطقة باتت للمقاومين مقابل ضعف الأمريكيين، ويحذر من نقل داعش من سوريا إلى أفغانستان. المزيد من الأخبار والتقارير دائما تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. ومع ختام هذه النشرة تمنياتي لكم جميعا بعام أفضل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.